في جاري اللعب طبعا معي عمار الجرف. على فكرة فزت عليه مرتين بس هو طلع عن الهواء. كيف فزت عليه مرتين ولا فزت عليه ثلاث مرات لتفوز المباراة؟ على فكرة النتيجة يعني بتقول 4-0 كانت 3-0 والله والله والله. طلعنا تريننج طلعنا تريننج. اه ماشي تريننج ده المطوى بتاعي. يلا ليتس جو. يلا يلا بداية موفقة جدا. يلا قلت لك البريك هذا انا استفدت منه. على فكرة انت فيك في عندك شغل انت كتير قادر اتنبه الحركة اللي انت راح تعملها فلازم اعمل لك حركات تانية. يعني شوف انت بتعمل فرنت انا بعمل فرنت باك تعرفش ازاي انا هضرب هعمل شوف كيف بتحكي عليك. عملت لك تمويل يعني. انت هلا بتوقع مني اعمل ايش بس ما هعمل ايش. هو 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 على فكرة كمية دامج كتير عالية سويته هلا مش عارف يعني انه مع نوكتس هاي بس يعني ولا في اي كاركتر تاني بيعمل هالقد دامج؟ لا 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 في 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 بول هو صح بول بيعمل دامج كتير غبي بس يعني ايش عم تعمل؟ يا سلام صفى جنبي اوف ليش ما مات؟ اوي ذكية الحركة.